أول ما بدأ الموضوع لسوريا توجهت للمملكة العربية السعودية وقابلت الملك عبد الله وقلت له هذه الحالة. قال لي إحنا معاكم، أنتوا امشوا في هذا الموضوع وإحنا بننسق، ولكنكم أنتوا خلكم مستلمين الموضوع. وكان أي شيء يروح لتركيا وكان ينسق مع القوات الأمريكية، وكان توزيع كل شيء كان يتم عن طريق القوات الأمريكية والأتراك، وإحنا والأخوان السعوديين كان كل حد موجود العسكريين. يمكن حصل خطأ أنه في فصيل دعم في فترة بس مش داعش، هذا موضوع يعني زودوها. يمكن النصرة كان في علاقة، يمكن كان في، أنا والله ما أعرف في هذا الموضوع، لكن أقول حتى لو كان هذا الموضوع عندما جاء أن النصرة غير مقبولة توقف هذا الدعم من النصرة، وكان التركيز على تحرير سوريا. احنا تهاوشنا على الصيدة وفلتت الصيدة واحنا قاعدين نتهاوش عليها. الان انقتل في سوريا بشار موجود، طيب انتوا الان تقولون بشار اوكي خلي يبقى، ما عندنا مانع، ما عندنا ثأر مع بشار ولا عندنا، كان صديق لنا. لكن انتوا كنتوا معنا في خندق واحد، غيرتوا، قولوا لنا احنا بنغير. في عدم استمرارية، وانا ما عندي مانع ان الواحد يغير اذا لما يلقى نفسه غلطان، لكن يبلغ شريكه انه ترى بنغير لانه الوضع الفلاني ما عاد يصلح، الان يصلح انه نخلي مثلا بشار او نعمل كذا او نعمل كذا.